معايا دقيقة ونص عاوزك تكلمني على قانون الصيد. أنا سمعت إنه المفروض إنه من القوانين المدرجة في تطويرها وتعديلها. بالظبط، هو مدرج في التعديل إن شاء الله، وفي قوانين. إيه أبرز النقاط اللي أنتوا عاوزين تعدلوها؟ يعني حضرتك، هو أبرز التي لا تظلم الصياد، التي لا تظلم ولا الصياد. تضر هناك مادة صريحة في القانون بتقول المركب اللي يخالف زي المراكب دي بيوقف لمدة 6 شهور، وإذا تكررت المخالفة يتم سحب الترخيص. أنا بقول إحنا عايزين نعدل المادة دي، بدل مسحب ترخيص المركب وهي وحدة من وحدات الإنتاج وبيشتغل فيها ما يقرب من 30 أو 40 فرد يعتبر مصنع، أنا قفلت المصنع، طب ما أنا أدي جزء للمتسبب. هو المركب ده مين اللي بيوديه؟ سواء مش هو الشخص اللي هو بيسوقه الريس أو فأنا بقول أدي الجزء عليه وافرض غرامة على صاحب المركب. هنا أضمن أن المصنع دوت أو الوحدة الانتاجية وبيوت الناس ما بتتقفلش. بالظبط، وبيوت الناس ما بتتقفلش. أنا أخيرا بس كده بالمناسبة كلمة سريعا، أنا كلمت الدكتور خالد الحسن رئيس هيئة الثروة السمكية وهو حاليا في الجزائر، وكلمني من الجزائر وأبلغ معالي السيد وزير الزراعة بالحادث وهو معانا، وأمر سيادته بكافة الرعاية للصيادين سواء المصابين أو إلى خلافه. فإن شاء الله ربنا يسهل إن شاء الله إن شاء الله، وتعزينا مرة تانية لكل الذين ماتوا في هذا الحادث.